قبل الفاصل كنا نتكلم ان الاسلام لا يمانع من الاحتراز ومن اخذ الحقوق ومن الاحتفاظ بالامور التي تجلب الحقوق، الاسلام في السؤال عن المال والسؤال عن العرض صنوان قرينان يلتقيان ولا يتصادمان. كذلك لما نيجي نتكلم بقى عن المس والمرض النفسي، خدوا بالكم العلم الشرعي والعلم الطبي قرينان. يلتقيان ولا يتصادمان بشرط أننا حينما نذهب بمريض إلى الطبيب لا ينكر ما لا علم له به ما ينكرش أمور هو ما يدرهاش هو ما يعرفهاش هو ما يفهمهاش لا يكون عنده من الأمانة ومن رجحان العقل ومن الخبرة إذا وجد مرضا شخصه لو لقى مرض يقول والله ده المرض ده اسمه كذا وناخد كلامه نروح لدكتور تاني يقول أيوة هو ده نوع المرض كذا وأعراضه كذا والأخ ده مريض وعلاجه واحد اتنين تلاتة هنا لا دخل الشيخ ولا دخل لأي حد خالص مفيش كلام لا صوت يعلو فوق صوت الطبيب طب روحنا للطبيب وقال لا مفهوش حاجة طب ما الراجل ده ليه أعراض إيه الأعراض الاعراض هتلاقيها كتير قوي بتكون في اليقظه وتكون في المنام فتلاقي الراجل الممسوس ده او البنت الممسوسه او الست الممسوسه متخبط في قولي وفي فعلي وفي احوالي وفي نظراتي انسان مش متزن انسان ما تحسش منه ايه العقل والحكمه بشرط ان يكون مجربا عليه فيما سبق العقل والحكمه والاتزان ما تجيبليش واحد هو كده ناشئ كده وتقول لي لا اصل ده لا 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 عالجه عالج مين؟ لا ده يكون تغير الحال به يكون تبدل الحال به وبعدين كان راجل كلامه حكم اصبح كلامه يفتقر للجديه والموضوعيه كان راجل عف اللسان اصبح يميل الى سقط الكلام والى الساقط من الكلام وبعدين نلاقيه راجل في ساعة كويس جدا وعاقل ومتزن وساعة تانية يقلب العكس خالص فلا يثبت على حال من الأحوال خالص وبعدين كلما تحدث سيطر عليه اليأس والقنوط رجل لا يحب الناس بعدما كان يحب الجميع أصبح منطو على نفسه أصبح دائما شارد الذهن يعاني الخمول والكسل أصبح إنسان لا يؤدي العبادة بعدما كان يؤدي العبادة كان يحب القرآن لا يقرأ القرآن يفر من الذكر يفر من قراءة القرآن يسرف على نفسه في المنكرات وفي المحرمات وتحدث له تشنجات لا إرادية مش عارفين لها سبب طبي ومش عارفين أي حاجة وبعدين يشكو دائما من الصداع الذي ليس له سبب طبي معروف وليس له علاج لنافع معه مسكنات ولما نودي له الدكتور وعمل كل التحليلات وكل شيء يقول لك ما عندوش شيء ما عندوش سبب للصداع ده مش كده وبس في المنام يخيل اليه امور كثيره فتسيطر عليه الاحلام المزعجه ويسيطر عليه ان احدا ينام بجواره وان احدا يريد ان يعتدي عليه او يخلعه ملابسه يبقى الحاله دي ان لم يوجد لها سبب طبي معروف عند علماء واطباء علم النفس يبقى في الحاله دي نقول دمس